بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات كلية الطب، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الأونلاين اللي بنتكلم فيها عن المسلز بتاعة الريجنز المختلفة بتاعة اللور لمب. والنهاردة إن شاء الله هتكون المحاضرة اللي هنجمع فيها باقي محاضرات اللور لمب بتاعتنا، اللي هي هتكون مسلز أوف ذا ليج أند فوت. معلش يا المحاضرة تبان ان الكمية بتاعتها كبيرة شوية، بس انا حبيت اخد المسلز بتاعت الليج والفوت مع بعضها علشان ناخدها في صور كومباريزون وتجميعات للاكشنز المختلفة بتاعتها، علشان بعد ما تذاكرها في الكتاب او بعد ما تاخدها في المحاضرات تبص على المحاضرة دي كده تجمع لك جميع القواعد المختلفة بتاعت الاكشنز بتاعت المسلز اوف ذا ليج اند فوت، وازاي المسلز دي بتشتغل على الانكل جوينت او الساب تيلر جوينت، وايه القواعد العامه اللي انا دايما بعودك عليها بحيث ان انت تعرف الاكشن بتاع العضله من غير ما تقعد تحفظ. مجرد بس ما تبقى عارف العضله بتعدي فين يبقى المفروض انها تعمل ايه. معاكم بالشرح والتحليل زي ما انتم عارفين دكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي والامبريولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس. ونبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد اول حاجه في المسلز اوف ذا ليج اند فوت. هنلاقي الليج بتاعتنا متقسمة لتلاتة كومبارتمنتس، علشان الديب فاشيا بتاعتنا بعتت تلاتة انتر ماسكولار سيبتا. التلاتة الانتر ماسكولار سيبتا دول قسمت الليج انتو او تو انتر ماسكولار سيبتا، واحدة مسكت في الانتيرور بوردر اوف ذا تيبيا، والتانية مسكت في البوستيرور بوردر اوف ذا تيبيا. وبقى عندي الميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا بيبقى سبكوتينيوس خالص، مش ماسك فيه اي عضلات ما عدا الاس دي اس فوق خالص اللي هي السارتوريوس والجراسيلز والسيمي تندينوزز. يتبقى عندنا انتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج، ويتبقى عندنا لاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج، ويتبقى عندنا بوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج. بالنسبه للمسلز بتاعه الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج او الفرونت اوف ذا ليج، هنلاقيهم اربع عضلات مترتبين كالاتي from medial to lateral. اول عضله اسمها tibialis anterior، اول عضله اسمها tibialis anterior. العضله اللي lateral ليها على طول اسمها extensor hallucis longus، يعني العضله اللي هتعمل extension للبيك 2 ولونجس، لانها بتعمل extension لكل المفاصل بتاعه البيك 2. وبعد كده extensor digitorum longus عشان تروح للاترال 4 توز، ولونجس عشان هي بتعمل اكستنشن لكل المفاصل بتاعه اللاترال فور توز. واخيرا البيرونيس تيرشس او العضله البيرونيس او العضله الفيبولاريس اللي على الفيبولا، بس تيرشس يعني الثالثه او الزياده. نبص كده على كل عضله من دول اوريجين وانسرشن ونفهم الاكشن بتاعهم عامل ازاي. فنبدا كده بسم الله بالتيبياليز انتيرور. اسمها تيبياليز يا دكتور واسمها انتيرور في نفس الوقت، يعني هتطلع من الانتيرور اسبكت اوف ذا تيبيا. منين بالظبط؟ احنا اتفقنا ان الميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا ده السبكوتينيوس، مفيش اي عضله طالعه منه، بيستقبل بس الانسرشن بتاع البيس انسر تندون بتاع الاس جي اس فوق في الحته اللي بشاور عليها دي. اما بالنسبه للاوريجن بتاع التيبياليز انتيرور، هتطلع من البروكسيمال 2 ثيردز اوف ذا انترو لاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا مع الانتر اوسيوس ممبرين، يعني بمثلها بالمستطيل اللي ظهر قدامك ده. This is the origin of tibialis anterior. هتروح تعمل انسرشن فين يا دكتور؟ بمنتهى البساطه هتروح تعمل انسرشن في الميديال اسبيكت اوف ذا ميديال كيونيفورم بون اند ذا فيرست ميتاتارسال بون. كلنا عارفين السكيلتون بتاع الفوت، هي هتروح تمسك في الميديال كيونيفورم بون اند فيرست ميتاتارسال بون، اهي الدايرتين اللي باللون الازرق دول، الميديال كيونيفورم والفيرست ميتاتارسال، يعني اكتر عظمتين ميديال في السكيلتون وذا فوت، ويبقى شكل العضله قدامي زي ما انت شايف كده. العضله دي تتمتع بحاجتين مهمين جدا، ان هي عملت كروسنج anterior to the ankle joint، يعني anterior to the malleolus زي ما انت شايف. وفي نفس الوقت قامت رايحة مسكت في الميديال aspect of the foot، يعني عدت على الميديال aspect بتاع subtalar joint والtalocalcaneonavicular joint. يبقى اذا هتعمل actions ازاي؟ بما انها يا دكتور معدية anterior to the ankle joint، فلو شدت كده لفوق هتاخد الرجل دي عليك كده، يعني هتعمل حاجة اسمها dorsi flexion. هتعمل حاجة اسمها ايه؟ دورسي فليكشن، علشان هي معدية anterior to the ankle joint.
وفي نفس الوقت هي معديه ميديال تو ذا سب تيلر اند تيلو كالكينيو نافيكولار جوينتس، علشان كده هي رايحه ماسكه في الميديال بونز اوف ذا فوت. فلما هتشد الفوت كده، بص السهم بتاعي بيتحرك ازاي، هتشد كده فهتاخد الفوت الناحيه دي، هتاخد الفوت الناحيه دي يعني ناحيه جوه، فهتعمل روتيشن اوف ذا فوت تو انسايد، فهتعمل حركه اسمها انفرجن، هتعمل انفرجن اوف ذا فوت ات ذا سب تيلر جوينت. تعالوا كده افكركم بمعنى كلمه انفرجن من ايام الانترودكشن. انفرجن مينز روتيشن اوف ذا فوت so the sole will face medially or it will face inwards زي ما انت شايف كده. يبقى التيبياليس انتيريور رايحه تمسك في الميديال سايد اوف ذا بونز اوف ذا فوت، يعني عدت ميديال تو ذا سب تيلر جوينت، فلما هتشد كده هتقوم واخده الفوت تلففها لجوه، تعمل انفرجن. وما تنساش انها عدت انتيريور تو ذا انكل جوينت، يعني هي من الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج، فتعمل دورسيفليكشن. يبقى التيبياليس انتيريور بتاخد نيرف سبلاي، القاعده العامه بتاعتنا ان اي انتيريور مسل ان ذا ليج بتاخد من الديب برانش اوف ذا كومون بيرونيال نيرف او الديب برانش اوف ذا كومون فيبولار نيرف او اللي بنطلق عليه مجازا انتيريور تيبيال نيرف. وهنجمع زي ما اتفقنا النيرفز دي كلها كورس وريليشنز ونيرف انجريز في محاضره واحده في الاخر، عشان الخريطه كلها تبقى متجمعه معانا. تعالوا كده للإكستنسور هالوسز لونجس، هنلاقيها بتاخد أوريجين من الميدل ثيرد بتاع الأنتيرور سيرفيس أوف ذا فيبولا مع الإنتروسيس ممبرين. يعني إذا كانت التيبياليس أنتيرور طالعة من الأنترولاترال سايد أوف تيبيا، فالإكستنسور هالوسز لونجس هتطلع من الفرونت أوف ذا فيبولا، ومش يهمني تفاصيل قوي في علامات الفيبولا، علشان دايما بنسأل فيها على حاجات بسيطة في الفاينل براكتيكال إكزام، مش بنسأل على الديتيلز بتاعتها. طب هي اسمها هالوسز لونجس، يعني رايحه للبيك 2، ولونجس يعني هتروح للتيرمينال فالانكس اوف ذا بيك 2، هتروح للتيرمينال فالانكس اوف ذا بيك 2. يبقى شكل العضله زي ما انت شايف كده، طلعت من الفرونت اوف ذا فيبولا مع الانتر اوسيس ممبرين، وقامت رايحه للتيرمينال فالانكس اوف ذا بيك 2. انتوا بقى اللي هتقولوا الاكشن، والله يا دكتور دي معديه انتيرير تو ذا انكل جوينت ومعديه انتيرير تو اول جوينتس اوف ذا بيك 2، يبقى المين اكشن بتاعها extension of all joints of the big two، لانها راحت للterminal phalanx. قارنها كده بالextensor pollicis longus في الupper limb، وعلشان عدت يا دكتور anterior to the ankle joint يبقى هتساعد في dorsiflexion of the ankle joint، it helps in dorsiflexion of the foot at the ankle joint زي اختها بالظبط التبيالس anterior. وكمان علشان هي رمية نفسها more or less medial to the subtalar joint هتساعد في الانفرجن اوف ذا فوت ات ذا subtalar joint زيها زي التيبيالس انتيرور بالظبط. وهيبقى النيرف سبلاي بتاعها علشان هي فرونت اوف ذا فوت هو الديب برانش اوف كومون بيرونيال نيرف او انتيرور تيبيال نيرف. تعالوا كده للاكستنسور ديجيتورام لونجس عشان نبقى بناخد اكستنسورز اوف ذا توز مع بعض. هنلاقيها طالعه منين الاكستنسور ديجيتورام لونجس؟ بمنتهى البساطة طالعة من البروكسيمال تو ثيردز اوف انتيريور سيرفيس اوف ذا فيبولا برضه مع الانتر اوسيوس ممبرين، وممكن تاخد حتة كده من اللاترال تيبيال كوندايل اهي. وعلشان هي اسمها ديجيتورام لونجس يبقى هتروح لللاترال فور توز، هتروح للدورسال اسبكت اوف ميدل اند ديستال فالانجيز اوف لاترال فور توز، عن طريق انها تعمل حاجة اسمها اكستنسور اكسبانشن، فاكرينه زي اللي خدناه في الفينجرز فوق، كان الميديال فور فينجرز فوق اللي هي الاصابع اللي غير الثمب كان ليها اكستنسور اكسبانشن، هنا برضو بقيه الصوابع اللي غير البيك 2 هيبقى ليها اكستنسور اكسبانشن، فتمسك في الميدل والتيرمينال فالانجيز اوف ذيس توز زي ما انت شايف كده، ويبقى شكل العضله بالمنظر ده، تعدي انتيريور تو ذا انكل جوينت وتقسم نفسها لاربعه تندونز، يروحوا يمسكوا في الميدل والتيرمينال فالانجيز بتاعه اللاترال فور توز او الفور توز الصغيرين اللي غير البيك 2 من الصبع رقم 2 للصبع رقم 5. انتوا برضو اللي هتقولوا الاكشن. It crosses يا دكتور جميع الجوينتس of the lateral four twos، يبقى هتعمل extension of all joints of lateral four twos، يعني من 2 ل 5 توز، 2 و 3 و 4 و 5. وعلشان عدت anterior to the ankle joint يبقى هتساعد في الدورسي فليكشن
of the ankle joint. It helps in dorsiflexion. بس خلي بالك بقى ان هي راحت رمت نفسها للاربعة lateral four twos فهتساعد في الانفرجن بقى ولا في الافرجن. برافو. هتقول لي يا دكتور دي عدت lateral للسبتيلر جوينت فلو ساعدت في الروتيشن اوف ذا فوت هتساعد في الايفرجن اوف ذا فوت ات ذا سبتيلر جوينت عكس التبيالس انتيرير والاكستنسور هالوسز لونجس. وعلشان هي برضو في الانتيرير كومبارتمنت فهتاخد نيرف سبلاي من الديبرونيال نيرف او الانتيرير تيبيال نيرف. يتبقى لنا الفيبيولاريس او البيرونياس تورشيس اللي هي اخر عضله في الانتيرير كومبارتمنت اوف ذا ليج. هتطلع اكيد اكيد من الفرونت اوف ذا فيبولا بس اخر حته فيه من تحت، يعني الحته اللي اتبقت بعد ما الاكستنسور هالوسز لونجس طلعت وبعد ما الاكستنسور ديجيتورام لونجس طلعت، فهي هتطلع من الجزء التحتاني خالص اللور ثيرد بس من الفرونت اوف ذا فيبولا مع الانتر اوسيوس ممبرين. وعلشان هي اخر عضله لاترال هتروح لاخر عظمه لاترال موجوده في الفوت اللي هو الدورسال سيرفيس اوف ذا بيز اوف ذا فيفث ميتا تارسال بون في الدايره الزرقاء دي، الحته دي يا ولاد فيفث ميتا تارسال بون هنا كده، وتبقى دي الفيبولاريس تورشيس. الاكشن بتاعها هتقولي والله يا دكتور تعدت انتيريور تو ذا انكل جوينت ومسكت بس في الفيفث ميتاتارسل يعني ما وصلتش لبقيه المفاصل بتاعه الصوابع، فهتعمل دورسيفليكشن اوف ذا فوت مع بقيه زمايلها عشان هي معديه انتيرير تو ذا انكل جوينت. وعلشان هي معديه لاترال تو ذا سب تيلر جوينت فهتساعد في الاي فيرجن اهو، تعمل دورسيفليكشن وادي الانسرشن بتاعها، وكمان تعمل ايه زي ما اتفقنا تساعد في الاي فيرجن اوف ذا فوت. في بقى سلايد ظريفه جدا مجمع لنا الاربع عضلات مع بعض، بيقول لك خلي بالك ان الانكل جوينت ريليتد انتيرور للاثنين اكستنسور ريتيناكولا، سوبيريور اكستنسور ريتيناكولا شكله عادي خالص وانفيريور اكستنسور ريتيناكولا عامل زي حرف الواي اللي نايمه على جنبها. ترتيب التندونز اللي معديه ديب تو ذس ريتيناكولم بنرتبها كالاتي، ادي السوبيريور اكستنسور ريتيناكولم وادي الانفيريور اكستنسور ريتيناكولم. العضلات اللي معديه ديب تو ذا اكستنسور ريتيناكولم بنختصرها بجمله ظريفه، توم هاز دوجز اند فروجز لو هنقول فيبيولاريس. طب لو عايزين نقول بيرونيا ازاي الكتاب عندنا ما هو كاتب، هنقول توم هاز دوجز اند بيجز، فيبقى ترتيبهم فروم ميديال تو لاترال تيبيالس انتيريور extensor hallucis longus has extensor digitorum longus dogs and pigs extensor او peroneus tertius او لو عايز تقول frogs تبقى fibularis tertius. ما انساش ان انا ممكن اقول لو عايز اقول التيبيال anterior tibial nerve او الديب peroneal nerve مع الانتيرور tibial artery هتبقى الفيسلز اند نيرف، فهنقول توم هاز فيري نايس دوجز اند فروجز. يعني على الكاديفر في العملي على الجثه كده هتلاقي تيبيالس انتيرور بعديه اكستنسور هاليسز لونجس توم هاز، وبعدين فيري نايس هتلاقي الانتيرور تيبيال فيسلز والديب بيرونيال نيرف اللي هو فيري نايس فيسلز اند نيرف، ثم الاكستنسور ديجيتورم لونجس يعني ديجيتورم اللي هو الدوجز and peroneus tertius اللي هي البيجز او ممكن تقول فروجز يعني fibularis tertius. تبقى جمله ظريفه جدا تيجي لك في الام سي كيو، all of the following structures crosses deep to the extensor retinacula except، تبقى حافظ ان هم توم يعني tibialis anterior has يعني extensor hallucis longus very nice يعني anterior tibial vessels and nerve dogs يعني extensor digitorum longus and pigs يعني peroneus tertius او frogs يعني fibularis tertius هي نفس المعنى. لاحظ بقى معايا ان الاربع عضلات دول متوزعين كلهم معديين anterior to the ankle joint فكلهم بيعملوا dorsiflexion of the foot at the ankle joint. ثم عندي الميديال تو muscles عدوا medial to the subtalar joint فيساعدوا في الانفيرجن of the foot at the subtalar joint، اما lateral تو muscles اللي هم ديجيتورم لونجس مع الفيبيولاريس مع دي لاترال تو ذا سب تيلر جوينت فلو شدوا كده هيساعدوا في ان الفوت يحصل لها ايفيرجن تو اوتسايد بالمنظر ده،
وعلشان الاربع عضلات دول موجودين في الانتيرير كومبارتمنت اوف ذا فوت، اذا النيرف سبلاي بتاعهم بيبقى ديب برانش اوف ذا كومون بيرونيال نيرف اللي بنطلق عليه مجازا الديب برانش ده ذا انتيرير تيبيال نيرف. وفي الاعاده افاده بعد ما نخلص الاثنين lateral side muscles اللي هي fibularis longus and brevis او peroneus longus and brevis، هناخد برضو سلايد ظريفة للتلاتة peroneus muscles مع بعض. يبقى احنا كده خلصنا ال anterior compartment of the leg. يهمنا ناخد ال muscles of the lateral side of the leg، هم عضلتين مش اكتر، عضلة موجودة superficial and very long اسمها peroneus longus، وعضلة تانية deep to it اسمها peroneus بريفس. ادي البيرونيس لونجس وادي البيرونيس بريفس. نبدا بالبيرونيس او الفيبولاريس لونجس على حسب الكتاب اللي انت بتذاكر منه. بيرونيس لونجس بتاخد اوريجين اكيد من اللاترال سايد اوف ذا فيبولا يا دكتور، واحنا اتفقنا ان احنا مش عايزين تفاصيل في السيرفيس اوف ذا او في الشافت اوف ذا فيبولا، فبتطلع من اللاترال سايد اوف ذا شافت اوف ذا فيبولا، ده لاترال فيو وده بوستيريور فيو للليج بتاعتك، ادي اللاترال سايد اوف ذا فيبولا. هتروح تعمل insertion فين؟ في البلانتر اسبكت اوف ذا ميتيال كيونيفورم اند فيرست ميتاتارسال بون. ايه ده؟ ده هتعمل زي التيبيالس انتيرور بالظبط بس من تحت. التيبيالس انتيرور كانت رايحه للدورسال اسبكت او الميديال اسبكت بتاع الفيرست ميتاتارسال والميديال كيونيفورم بون، اما الفيبيولاريس رونجس هتروح لنفس العظمتين بس من تحت اهي. يعني هتعدي كده behind the lateral malleolus وتقوم رايحة عاملة crossing from lateral to medial وتروح تمسك في أقصى عظمتين medial بس من تحت عشان يبقى شكلها في جسمنا بالمنظر اللي هنشوفه بعد شوي. ناخد البيرونيس بريفس. طالما البيرونيس longus طلعت يا دكتور من ال upper part of the lateral surface of the fibula، يبقى البيرونيس بريفس أكيد هتطلع من ال distal half of the lateral surface of the fibula يعني من تحت، وهتروح تعمل insertion بمنتهى البساطة في lateral side of the base of the fifth metatarsal bone. ايه ده؟ ده شبه الفيبولاريس تيرشيس يا دكتور. اه بس الفيبولاريس تيرشيس راحت للدورسال aspect، اما الفيبولاريس بريفس او البرونياس بريفس عدت من ورا lateral malleolus وراحت للاترال aspect of this fifth metatarsal bone. يبقى التلاتة برونياس muscles قدامي زي الفل اهم. فاكرين الترشيس كانت في الانتيرور كومبارتمنت لسه قايلها من 3 دقايق، عدت انتيرور تو ذا ماليولس مسكت في الدورسال اسبكت اوف ذا فيفث ميتاتارسال. الفيبولاريس بريفس عدت بوستيرور تو ذا ماليولس وراحت مسكت في نفس الفيفث ميتاتارسال بس من اللاترال سايد. اما الفيبولاريس لونجس سفرت في السول اوف ذا فوت وقامت رايحه هناك خالص زي ما انا ماشي بالسهم كده، مسكت في الميديال كيونيفورم بون والفارس ميتاترسل بس من تحت، عشان كده سميناها فيبولاريس لونجس سفرت فروم لاترال تو ميديال. ايه اللي انا استخلصه من الصوره اللي انا شايفها دي؟ التلاته فيبولاريس متوزعين، واحده قدام الانكل جوينت اللي هي الترشس مع الانتيريور كومبارتمنت، والاثنين التانيين بيهايند ذا انكل جوينت لانهم عدوا بيهايند ذا لاترال ماليولس. يبقى اذا التلاتة فيبولاريس زي ما انت شايف عدوا lateral to the subtalar joint and talocalcaneonavicular joint، عشان كده التلاتة لما بيشدوا هيعملوا eversion of the foot at the subtalar joint. يبقى اي فيبولاريس يا شباب بيعملوا eversion ليه؟ علشان الفيبولاريس بيعدوا lateral to the subtalar joint and talocalcaneonavicular joint، فلما هيشدوا كده هياخدوا الفوت لبره فيعملوا ايفرجن. اما بقى من حيث الدورسي فليكشن والبلانتر فليكشن فتعالى في كلام تاني. بالنسبه للفيبولاريس لونجس وبريفيس دول عدوا بوستيرور تو ذا انكل جوينت لانهم عدوا بوستيرور تو ذا ماليولس، فعلشان كده هيعملوا بلانتر فليكشن اوف ذا فوت ات ذا انكل جوينت. اما بالنسبه للفيبولاريس تيرشيس فدي معديه انتيرور تو ذا lateral malleolus يعني anterior to the ankle joint، فلو شدت كده هتاخد الفوت بالمنظر ده فهتعمل dorsiflexion of the foot. يبقى السلايد دي ظريفة في ايه؟ ان انت تجمع دماغك.
انا عندي ثلاثة بيرونياس ماسلز او ثلاثة فيبولاريس ماسلز، الثلاثة بيتحدوا في انهم بيعدوا lateral to the subtalar joint، فلما يشدوا كده ياخدوا الفوت لبره، يعملوا eversion of the foot. اما بالنسبة للانكل جوينت اتوزعوا، واحدة طلعت anterior to the manulus او anterior to the ankle joint فاشتغلت مع زمايلها اللي في الانتيريور كومبارتمنت اللي هي البيرونياس ترشس فتعمل dorsiflexion. اما الاثنين التانيين عدوا posterior to the lateral manulus، عدوا posterior to the lateral malleolus يعني عدوا posterior to the ankle joint، فلو اشتغلوا على الانكل joint هيعملوا plantar flexion of the ankle joint. والسلايد اللي بعتها دي بتعرفك بس يعني ايه دورسي فليكشن، يعني كأنك بترفع رجلك من على دواسة بنزين العربية، تاخد رجلك عليك. اما plantar flexion فمعناه انك بتدوس على دواسة بنزين العربية، يعني تدوس برجلك لتحت بالمنظر ده. اما بالنسبه لتعريف الايفرجن فهو جميل وعارفينه من ايام الانترودكشن، هو روتيشن اوف ذا فوت سو ذا سول ويل فيس لاترالي، عكس الانفرجن بالظبط. طب ايه النيرف سبلاي يا شباب بتاع الفيبولاريس لونجس وبريفس؟ دول موجودين على اللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج يا دكتور، فعشان كده بياخدوا نيرف سبلاي من السوبرفيشال برانش اوف ذا كومن فيبولار نيرف، او اللي بنطلق عليه مجازا ماسكولوكوتينيوس نيرف. منساش ان الفيبولاريس ترشيس دي اتحسبت على الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج اللي بياخد من الديب بيرونيال نيرف، او اللي بنطلق عليه مجازا انتيريور تيبيال نيرف. يبقى انا كده ممكن اجمع الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج مع اللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج، عندي اربع عضلات في الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج: تيبياليس انتيريور، اكستنسور هالوسز لونجس، اكستنسور ديجيتورام لونجس، بيرونياس ترشيس. كل العضلات دي بتعدي anterior to the ankle joint فبتعمل dorsiflexion of the foot at the ankle joint. هاخد منهم عضلتين رموا نفسهم medial to the subtalar joint اللي هما tibialis anterior والextensor hallucis longus، فدول بيعملوا inversion. اما العضلتين اللاترال اللي هما الاكستنسور digitorum longus والفيبولاريس ترشيس راحوا رموا نفسهم lateral للsubtalar joint فهيعملوا eversion of the foot at the subtalar joint. الاربع عضلات دول بياخدوا نيرف سبلاي من الديب بيرونيال نيرف او الانتيريور تيبيال نيرف. اما اللاترال كومبارتمنت اوف ذا فوت ففي عضلتين بيرونياس، بيرونياس لونجس وبيرونياس بريفس، الاثنين دول لاترال تو ذا سبتيلر جوينت فهم ايفرتور اوف ذا فوت ات ذا سبتيلر جوينت، بياخدوا نيرف سبلاي من الماسكولوكوتينيوس نيرف او السوبرفيشال برانش اوف ذا كومون بيرونيال نيرف. وعلشان عدوا behind the lateral malleolus بيعملوا plantar flexion of the foot مع العضلات بتاعت ال posterior compartment اللي انا لسه هقولها. ماشي يا شباب؟ جميل يا دكتور. قبل ما اسيب ال lateral compartment of the foot هختم بالسلايد اللذيذة دي واقول لك لاحظ ان انا عندي اتنين بيرونيال ريتيناكولا، واحد فوق واحد تحت، superior بيرونيال ريتيناكولا و inferior بيرونيال ريتيناكولا. بيعدي deep to this peroneal retinacula الفيبولاريس لونجس اند بريفس ماسل. بس خلي بالك الفيبولاريس لونجس اللي باللون البين كده التندون بتاعها نزل بقى بوستيريور عشان يخش في السول اوف ذا فوت ويروح هناك للفيرست ميتاتارسال ميديال كونيفورم من تحت. اما الفيبولاريس بريفس يقوم عامل كروسنج كده من تحت ويبقى هو اللي قدام ويخلص في اللاترال سايد اوف فيفث ميتا تورسال بون. يبقى ترتيبهم عامل ازاي؟ تحت البيرونيا ريتيناكولا ذا فيبولاريس بريفس از انتيريور اند ذا فيبولاريس لونجس از بوستيريور. يبقى في الجثه يا دكتور على الكاديفر مين العضله اللي عامله دايركت ريليشن في الباك اوف ذا لاترال مالولس؟ برافو عليك، فيبولاريس او بيرونياس بريفس تندون. اما اللونجس رجع ورا زي ما انت شايف، وانا ملون لك في الصوره ده بالبينك والتاني سايبه بالابيض عشان تشوف الفرق. يبقى what is the tendon which is directly related to the back of the lateral malleolus يا دكتور؟ التندون اوبيرونياس بريفس يا دكتور. امال ايه اللونجس؟ لا ده ورايا بيه، وراه اهو. ماشي يا شباب؟ ادي الفيبولاريس بريفس او البيرونياس بريفس is anterior and directly related to the lateral malleolus، يعني بيعمل جروف في الباك اوف ذا لاترال مالولس. اما الفيبولاريس لونجس فبيبقى بوستيريور. العضلتين دول بيعملوا بلانتر فليكشن اوف ذا فوت ات ذا انكل جوينت عشان معديين بيهايند ذا مالولس،
وعلشان عدوا lateral to the subtalar joint زي ما انت شايف، فيعملوا eversion of the foot at the subtalar joint، وبياخدوا nerve supply من superficial branch of the common peroneal nerve أو musculocutaneous nerve of the foot. أتمنى تكون المسلز of the anterior compartment واللاترال compartment of the leg زبطت معانا شوية وجمعناهم مع بعض. يبقى ندخل بقلب جامد دلوقتي يا شباب على المسلز of the back of the leg، ودي شوية مسلز كتيرة شوية، عشان كده حبيت ان احنا نجمع الانتيرور واللاترال كومبارتمنت برواقة قبل ما نخش في البوستيريور كومبارتمنت. ماشي يا شباب، نبدأ بالمسلز of the posterior compartment of the leg. قالك فيه intermuscular septa، دخلت في الموضوع تاني بالعرض علشان تقسم البوستيريور كومبارتمنت into superficial layer و deep layer. بالنسبة للسوبرفيشال layer عبارة عن ثلاث عضلات: gastrocnemius muscle سمانة القدم اللي ليها medial head و lateral head زي ما انت شايف. هشيل الجاستروكنيميوس ماسل هلاقي تحتها عضلتين، عضلة عاملة شبه السمكة البلطي بالظبط عشان كده سموها سوليس، العضلة شبيهة السمكة العريضة أو السمكة البلطي سوليس، وعضلة تانية رفيعة ليها لونج سلندر تندون وحتة فلز صغننة قوي اسمها بلانتاريس. يبقى دول التلات عضلات of the superficial layer of the back of the leg. نحفظ أساميهم مع بعض: gastrocnemius medial head و lateral head سمانة القدم، تحتها plantaris عضلة رفيعة ذو تندون طويل وسلندر عاملة بالظبط زي البالماريس لونجس اللي في الأبر لم، عشان كده العضلة دي may be absent، حتة فريز صغننة ولونج سلندر رفيع تندون، وعضلة مفروشة عاملة شبه السمكة البلطي اسمها soleus. نشيل بقى البلانتاريس والسوليس ونتفرج على الديب لاير، بس قبل ما اشيلهم اقول لك خلي بالك ان الجاستروكنيميوس والسوليس والبلانتاريس يتحدوا في خاصيه واحده، ان هم رايحين يمسكوا في الكالكينيوس بون اللي هي عظمه الكعب بتاعت رجلك، وبيعملوا الوتر المحترم العرقوب اللي اسمه تندو كالكينيوس او وتر اكيلس. اما بالنسبه للديب لاير هنلاقيهم اربع عضلات: عضله فوق لوحدها above the level of soleal line of the tibia اسمها popliteus muscle، والpopliteus muscle دي تتميز بانها واخده origin by a tendon وعامله insertion by direct flesh insertion، وخدناها قبل كده في الانترودكشن بس ما كناش فاهمين ايه البوبليتياس دي، معناها انها العضله اللي عامله لي جزء من الفلوروبوبليتيال فوسه يعني behind the knee. التلات عضلات التانيين موجودين تحت مستوى السوليال لاين اوف ذا تيبيا، عضله اسمها فليكسور ديجيتورم لونجس وعضله اسمها فليكسور هالوسز لونجس. زي ما كان عندي اتنين اكستنسورز قدام ديجيتورم وهالوسز، عندي برضو اتنين فليكسورز ورا ديجيتورم لونجس وهالوسز لونجس، وما انساش بقى اللي في النص اللي جوه العميقه دي التي تغرد منفرده في فاشيال كومبارتمنت مختلف. هي دي بلاير صحيح بس ليها فاشيال كومبارتمنت لوحدها يفصلها عن الفليكسور ديجيتورم لونجس واليسس لونجس، اسمها تيبياليس بوستيريور ماسل. وبفكرك ان الثلاث عضلات دول ماسكين او واخدين اوريجين بلو ذا ليفل اوف سوليال لاين، اما البوبليتياس واخده اوريجين وانسرشن اباف ذا ليفل اوف سوليال لاين، والاربع عضلات دول يمثلوا دي بلاير اوف ذا باك اوف ذا ليج. نبدا بسم الله بالسوبرفيشال لاير اللي هي جاستروكنيميوس وسوليس وبلانتاريس من غير تفاصيل خالص تخليك تتضايق وتتعقد، التفاصيل تهمني في العملي بس. هقول لك ان الجاستروكنيميوس ليها ميديال هيد ولاترال هيد، الميديال هيد واللاترال هيد دول طالعين من الميديال واللاترال فيمورال كوندايل، من الميديال واللاترال فيمورال كوندايلز، ومش عايز تفاصيل، التفاصيل ناخدها في العملي ان شاء الله. وهتروح تعمل insertion في ال back of the calcaneus bone عن طريق achilles tendon او water achilles او tendo calcanean tendon اهو، ويبقى
شكلها بالمنظر ده. ميديال هيد ولاترال هيد اتجمعت مع العضلتين التانيين عشان يعملوا اكيليس تندون، وراح يعمل انسرشن في الباك اوف ذا كالكينيوس. عضله زي دي معديه بيهايند ذا انكل جوينت، اكيد الاكشن بتاعها هيبقى بلانتر فليكشن اوف ذا فوت ات ذا انكل جوينت. واحد دقيق الملاحظه يقول لي استنى يا دكتور، دي معديه كمان behind the knee joint لانها طالعة من الفيمورال كوندايلز above the knee joint، يبقى تشتغل على knee joint يا حبيبي ومفيش اي مانع تعمل flexion of the knee joint. اهو the muscle crosses behind both knee and ankle joint so it flexes the leg and the plantar flexes the foot. تعمل flexion على knee joint وflexion على ankle joint. ماشي يا شباب، والعضلة دي تبقى مهمة جدا في الجري بتاعنا وفي المشي بتاعنا، علشان احنا بنحتاج في الجري والمشي البلانتر فليكشن. العضلة اللي بعدها اسمها سوليس، سمكة البلطي، وعشان اسمها سوليس هيبقى المين اوريجين بتاعها السولية اللاين اللي تسمى باسمها of the back of the tibia. بس حط معاه الباك of the fibula وحط معاه جزء من الميديال بوردر of the tibia فتبقى عاملة لي حرف يو كده. السولية اللاين مع حتة من الباك of the fibula مع حتة من الميديال بوردر of the tibia، اهو حرف يو جميل اهو. هتروح تعمل انسرشن فين؟ اتفقنا بقى يا دكتور، دي هتشكل وهتكون التندو كالكينيوس مع زميلتها الجاستروكنيميوس، فتروح تعمل انسرشن في البوستيرور اسبكت of the calcaneus، يبقى شكلها لذيذ بالمنظر ده، سمكة بلطي بجد. العضلة دي عملت crossing behind how many joints؟ آه برافو يا دكتور، الأنكل بس، فبتعمل plantar flexion of the foot at the ankle joint فقط، ما اشتغلتش على knee joint لأنها جاية من السولية اللاين من التيبيا تحت knee joint، فهي تعمل plantar flexion of the foot. وهغششك action تاني كده له علاقة بالفيسيولوجي، بيقول على السوليس دي the peripheral heart، بيقولوا على السوليس دي ايه؟ القلب الطرفي، لانها بتساعد على البروبالجن او البمب of the venous return against the gravity من رجل حضرتك ترجعه للقلب، تعمل ريلاكسيشن تقوم عاملة سكشن من السوبرفيشيال فينز للديب فينز ثم تنقبض فتعمل bump of the blood from the deep veins full against gravity. عشان كده خلي بالك السوليس من العضلات اللي بيبقى ليها اسم دلع، it acts as a peripheral heart يعني قلب طرفي. كمان السوليس دي مع الجاستروكنيمس زي ما اتفقنا they are the prime movers of the plantar flexion، عشان كده مهمين جدا في المشي والجري، هما اللي بيعملوا اول خطوة في رفع كعبك من على الارض لما تكون عايز تمشي. هايل، تعال بقى للبلانتاريس، العضلة اللي ماي بي ابسنت الرفيعة السفيفة، بتاخد اوريجين من اخر حتة في اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج اوف ذا فيمر، وتروح تعمل انسرشن حاجة من الاتنين، والله يا تروح تشترك مع السوليس والجاستروكنيميوس في التندوكالكينيوس، يا تقوم رايحة مع نفسها كده يا عيني تمسك في البوستيرور اسبكت اوف كالكينيوس لوحدها. يبقى انت تعرف انها في بعض الناس بتعمل انسرشن مع التندو كالكينيوس، وبعض الناس بيفضل تندون مسافر كده بين الجاستروكنيميوس والسوليس لوحده ويروح يعمل انسرشن في الكالكينيوس لوحده، يبقى شكلها زي ما انت شايف. العضلة دي عدت behind both knee joint and ankle joint، فعشان كده بتساعد في الفليكشن of both leg على knee joint and foot على ankle joint، فتعمل flexion of the knee joint and plantar flexion of the foot. والعضلة دي يا عيني may be absent، ما تنساش this muscle may be absent، ضمها ضمها مع البلماريس لونجس ويبقوا عضلتين بيطلعوا بحرف البي، بلماريس فوق وبلانتاريس تحت، الى ان ناخذ باقي العضلات في بقيه منهج الاناتومي بتاعنا السنه دي والسنه الجايه ان شاء الله اللي هما may be absent. الثلاثه كالكينيان ماسلز دول بيعدوا بوستيريور to the ankle joint وهم موجودين في posterior compartment of the leg، عشان كده بياخدوا نيرف سبلاي من التيبيال نيرف مباشرة. يبقى اذا يا دكتور الترمينال برانشز اوف ذا sciatic نيرف كان في كومون بيرونيال نيرف
راح للفرونت واللاترال سايد اوف ذا ليج، اما التيبيال نيرف فضل ورا. لو تفتكر في البوبليتي الفصة نزل فيرتيكال كده وراح للبوستيرور كومبارتمنت اوف ذا ليج عشان يغذي البوستيرور كومبارتمنت اوف ذا ليج. نخش بعد كده يا دكتور على الديب لاير اللي انا اتفقت ان هما كان اربع عضلات، عضلة منهم فوق السولية اللاين كان اسمها بوبليتيس، هتطلع من تحت اللاترال فيمورال ايبيكوندين من جروف ظريف كده متسمي باسمها، اسمه بوبليتيال جروف، وتنزل تفرش نفسها تعمل دايركت فليشي انسرشن في الترانجولر اريا اللي اباف السوليا لاين او في البوبليتيال اريا اوف ذا شافت اوف ذا تيبيا في المنظر ده كده اباف سوليا لاين، يبقى اسمها بوبليتيس ماسل، يبقى اسمها ايه؟ بوبليتيس ماسل. جميل جدا. العضله دي معدية posterior to the knee joint يبقى أكيد الأكشن بتاعها flexion of the knee joint، وفي نفس الوقت عملت crossing from lateral to medial ومور الليس ماشية بالعض transverse oblique زي ما انت شايف كده، فهتعمل rotation للتيبيال جوه لو شدت كده، بعد ما تعمل طبعا flexion خلاص لو شدت كده هتقوم عاملة روتيشن للتيبيال جوه فتعمل ميديا روتيشن اوف ذا تيبيا، ده لو انا ثبتت الاوريجن وحركت الانسرشن. واحد متابع وعنده قوة ملاحظة يقول لي طب افرض يا دكتور ثبتت الانسرشن وعايز احرك الاوريجن يبقى هتاخد الفيمر كده، يبقى هي يا هتاخد الفيمر كده lateral flexion of the femur يا هتاخد التيبيا كده medial rotation of the tibia، يبقى هتعمل medial rotation of the tibia او lateral rotation of the femur بحكم ان هي ماشية transverse بالمنظر ده behind the knee joint. وخلي بالك الروتيشن ده حطه على جنب دلوقتي لحد ما اكلمك فيه لما اخد الني جوينت بالتفصيل، هطلق على العضلة دي ان هي the unlocker of the knee joint، the unlocker of the knee joint، لان الني جوينت بتاعنا بيبقى مقفول قفلة معينة كده في الفول اكستنشن، وعلشان اعرف اعمل فليكشن البوبليتياز دي لازم تبدأ بالروتيشن اللي بيحصل ده غصب عني علشان اعمل فليكشن. ومش هقول اي تفاصيل ما تضحكش عليا عشان اقولك تفاصيل، هقولك التفاصيل ان شاء الله مع محاضرة الني جوينت. كل اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان هي معدية ورا الركبة فتعمل فليكشن اوف ذا ني، وعشان نازلة اوبليك فروم ميديال تو لاترال بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة هتعمل ميديال روتيشن اوف ذا تيبيا على الفيمر او لاترال روتيشن اوف ذا فيمر على التيبيا، ده على حسب انت ثبتت الاوريجن وشغلت الانسرشن ولا ثبتت الانسرشن وشغلت الاوريجن. هقول لك حاجه لذيذه كمان، زي ما قلت لك العضله دي طالعه بتندون ورايحه تعمل انسرشن بدايركت فليشي انسرشن، ذا تندون اوف ذس ماسل از انترا كابسولر، زي ما كان التندون بتاع اللونج هيد بايسبس كده جوه الكبسول بتاع الشولدر جوينت، عندنا البوبليتياس تندون از انسايد ذا كبسول اوف ذا ني جوينت. هايل، كفايه عليكم كده في البوبليتياس اهي، it is the unlocker of the knee joint. سي بلو يعني بعدين ان شاء الله لما اخد الني جوينت. اما بالنسبه لباقي العضلات عندي الفليكسور ديجيتورام لونجس هتاخد اوريجين من اللاترال هتاخد اوريجين من الباك بتاع التيبيا. منين بالظبط؟ ميديال تو تيبيالس بوستيريور. خلي بالك تحت السوليه اللاين هقسم التيبيا نصين بالطول كده، نص ميديال ونص لاترال، النص الميديال هيبقى من نصيب الفليكسور ديجيتورام لونجس. طب يا دكتور دي اسمها ديجيتورام ولونجس يبقى رايحه للصوابع، اني صوابع اللي غير البيك تو يعني اللاترال فور فينجرز من 2 ل 5 زي الاكستنسور بالظبط، بس هتروح للتيرمينال فالنجيس عشان اسمها لونجس، فيبقى بالمنظر ده ويبقى شكلها كده. الله شكلها جميل جدا، طلعت من البوستيرور اسبيكت اوف ذا تيبيا بيلو ذا سوليا لاين. صح معايا، قسمنا البوستيريور اسبيكت اوف ذا تيبيا من تحت السوليا لاين نصين بالطول، نص ميديال ونص لاترال، الميديال هيبقى نصيب الديجيتورام لونجس، فالاكشن بتاعها هيبقى فليكشن اوف اول جوينتس اوف ذا لاترال فور توز، وعلشان هي معديه بوستيريور تو ذا انكل جوينت هتساعد في البلانتر فليكشن. برافو يا دكتور. وعلشان هي راحت رمت نفسها ميديال تو ذا سب تيلر جوينت يبقى هتعمل inversion of the foot. هايل يا دكتور، ايه ده ايه ده، دي واضحه وجميله، هي معديه medial to the subtalar joint اهي، شايفها الصوره ما بتكذبش،
فهتاخد الفوت كده تعمل بلانتر فليكشن اند دي انفرجن. شفت انا قسمت الاكشن ازاي من غير ما احفظ؟ العضله دي يا دكتور عدت بلانتر تو اول جوينتس اوف ذا لاترال فور توس، هتعمل فليكشن تو اول جوينتس اوف ذا لاترال فور توس، وعدت بوستيريور تو ذا انكل جوينت لانها من ضمن البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج، فهتساعد في البلانتر فليكشن اوف ذا فوت ات ذا انكل جوينت. وعلشان مرت وعدت ميديال تو ذا سب تيلر جوينت بتاع الايفرجن والانفرجن، فلما هتشد كده هتاخد الفوت كده. خلي بالك في الاخر هقول لك سؤال واجب تحله لوحدك، تجمع لي كل العضلات اللي بتعمل ايفرجن والعضلات اللي بتعمل انفرجن. اما بالنسبه للفليكسور هالوسز لونجس، هتطلع من الباك اوف ذا فيبولا بعيد خالص عن التيبيا، بوستيرور سيرفيس اوف ذا فيبولا، وعلشان اسمها فليكسور هالوسز لونجس هتروح للتيرمينال فالانكس اوف ذا بيك تو اهي، بس طبعا من البلانتر اسبكت لان انا من ورا، ذس از بوستيرور فيو، فيبقى شكلها جميل كده. ايه ده، ده عملت زي الديجيتورم بالظبط. انتوا بقى اللي هتقولوا الاكشن. ذا مين اكشن is flexion of all joints of the big two لانها راحت للترمينال phalanx من البلانتر اسبكت اهو، all joints of the big two، ومعديه behind the ankle joint يا دكتور، فهتساعد في البلانتر فليكشن مع كل عضلات البوستيرو كومبارت، وعلشان راحت ميديال from lateral to medial to the subtalar joint، هتشد كده وانا باصص من ورا، يعني الفوت هتلف لجوه and the inward rotation of the foot اسمه inversion of the foot. هايل. امال بقى التيبيالس بوستيريور يا دكاتره، لاحظ ان انا قسمت البوستيريور اسبكت اوف ذا تيبيا بيلو ذا سوليال لاين بالطول لحتتين، حته لاترال هتبقى نصيب التيبيالس بوستيريور، امال الحته الميديال هتبقى نصيب الفليكسور ديجيتورام لونجس اللي انا لسه قايلها من شويه. قال لك التيبيالس بوستيرور ممكن تاخد حته كمان من الفيبولا وتلطش معاها الانتر اوسيس ممبرين، وهتروح تعمل انسرشن لذيذ جدا، هتعمل انسرشن في كل التارسال بونز من تحت اكسبت التيلس، كل التارسال بونز من تحت يعني النافيكولار بون، ومن 2 و 3 و 4 ميتاتارسال بونز، وكل التارسال بونز الفضلة ما عدا التيلس. انا عارف ان التارسال بونز عددهم 7، قال لك 1 2 3 4 5 اهي في النافيكولر، ومن 2 ل 4 ميتاتارسال من تحت، وكل بقيه التارسال بونز ما عدا التيلس. شايف فيري وايد انسرشن. وانت برضو اللي هتقول لي الاكشن. الله يا دكتور، ده كل البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج اللي رايح للترسال بونز والصوابع رمى نفسه ميديال. ليه؟ لان الفيبيولاريس لونجس وبريفيس اللي انا لسه قايل لك عليهم في اللاترال كومبارتمنت شغلوا الحته اللي كانت ورا اللاترال ماليولس، فما كانش فيه قدام الديب لاير اوف ذا بوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج الا انهم يروحوا ورا الميديال ماليولس عشان الحته اللي ورا اللاترال ماليولس اتشغلت. ايه رايكم؟ تفكر كده في الاناتومي وتاخده بالمنطق وتقول سبحان الله. actions of tibialis posterior copy and paste معديه behind the ankle joint، فهتعمل ايه؟ plantar flexion of the foot، وعشان راحت medial to the subtalar joint فهتشد كده، فهتاخد الفوت لجوه كده، فهتعمل inversion of the foot at the telocalcaneonavicular او subtalar joint. هل ليها علاقه بالصوابع؟ حاشا وكلا، دي ما راحتش خالص للفالنجيز بتاعت الصوابع، يبقى ملهاش علاقه بالصوابع. خلي بالك ان كل العضلات بتاعت البوستيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج بما فيهم التيبيالس بوستيريور، يبقى البوستيرور سايد اوف ذا ليج بما فيه التيبيالس بوستيريور العضلات اللي فاتت بتاخد نيرف سبلاي زيها زي السوبرفيشال لاير اوف باك اوف ذا ليج بالظبط، اللي هو تيبيال نيرف وان اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ذا سياتيك نيرف. بختم البوستيرور كومبارتمنت وبالتحديد الديب لاير بالريتيناكولم، زي بالظبط ما ختمت الانتيريور بالاثنين اكستنسور ريتيناكولم، وختمت اللاترال سايد اوف ذا ليج بالاثنين فيبولار او بيرونيه ريتيناكولا، بختم البوستيرور كومبارتمنت اوف ذا ليج بوان فليكسور ريتيناكولم.
ترتيب الاستراكشرز اللي معديه behind the flexor retinaculum قدام كان توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز. قام توم بايع الدوجز اند بيجز بتوعه وفتح ورا مصنع للقبعات، فبقى توم داز فيري نايس هاتس، او باع الحاجات اللي كانت عنده قدامه. بقى عنده عربيه هوندا او هيونداي شي جدا، فيبقى توم درايفز فيري نايس هوندا او فيري نايس هيونداي على قدنا. يبقى اول تندون ورا الميديا الماليولس هيبقى توم تيبياليس بوستيريور، زي ما كان اول تندون قدام تيبياليس انتيرو. توم يمثله التيبياليس بوستيريور، داز او درايف تمثله الفليكسور ديجيتورام لونجس، فيري نايس تمثلها البوستيريور تيبيال فيسلز، والنايس تمثلها التيبيال نيرف. هوندا او هيونداي الفليكسور هالوسز لونجس. يبقى توم درايفز فيري نايس هوندا، توم داز فيري نايس هاتس، او المثل الانجليزي توم ديك اند هاري. لما تسال واحد كده تقول له مين عمل كذا، تقول له توم ديك اند هاري، يعني فلان وعلان وترتان، اي تلات اسامي وخلاص، توم ديك اند هاري. يبقى لو هتكلم على العضلات بس هقول توم درايفز هوندا، او توم ديك اند هاري، او توم داز هاتس. اما لو هتكلم على النيرفز والفيسلز اللي معايا اللي هو تيبيال نيرف والبوستيريور تيبيال فيسلز، هقول توم درايفز فيري نايس هوندا، او توم داز فيري نايس هاتس. ماشي يا شباب؟ يبقى في العملي كده بوقف الجثه وبص عليها من الميديال سايد، ام سي كيو، ايه التندون اللي عامل جروف على الباك اوف ذا ميديال مانيولس على طول؟ تيبيالس بوستيريور، برافو. امال كمين التندون اللي عامل جروف على الباك اوف لاترال مانيولس؟ فيبيولاريس بريفس، برافو. وافتكر الجمله اللي قدام، توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز، والجمله اللي هنا توم درايفز فيري نايس هيونداي او هوندا. كل العضلات دي مع التندو كالكينياس، لاحظ ان هي معديه posterior to the ankle joint، فتعمل plantar flexion of the foot at the ankle joint. ولاحظ ان هم رامين نفسهم medial to the subtalar joint، فيعملوا inversion of the foot at the subtalar joint. ولاحظ ان كلهم posterior compartment، فياخدوا nerve supply من the tibial nerve, one of the two terminal branches of the sciatic nerve. ايه رأيك؟ جمعنا الـ anterior compartment muscles مع الـ lateral compartment muscles مع الـ posterior compartment muscles as origin و insertion، وحطينا قواعد للـ nerve supply، وعرفنا ايه الـ structures اللي passing deep to the retinacula of the ankle joint في أقل من ساعة. في أقل من ساعة هخش بعد كده على الـ muscles اللي موجودة في الفوت شخصيا، فهتلاحظ ان عندي muscles بتشتغل على التوز، بسميها intrinsic muscles of the toes، يعني العضلات اللي بتطلع من الفوت وتروح للتول، ما هياش جايه من فوق، فعشان كده بنسميها انترنسك، داخل الفوت. عندي انترنسك ماسلز اوف ذا توز عباره عن اتنين اكستنسورز، هي عضله واحده اسمها اكستنسور ديجيتورام بريفس، عامله حركه لذيذه جدا عكس الاكستنسور ديجيتورام لونجس. ايه هي يا دكتور؟ افتكر معايا ان الاكستنسور ديجيتورام لونجس اللي قلت لك عليها في الانتيريو كومبارتمنت في اول المحاضره كانت رايحه لللاترال فور توز، 1 2 3 4. جت الاكستنسور ديجيتورام بريفس راحت للميديال فور توز، يعني البيك تو والثلاثه صوابع اللي جنبه. بقت اللونجس رايحه لللاترال فور توز والبريفس رايحه للميديال فور توز. قاموا بتوع الاناتومي الزراف اللزاز الجمال قال لك هاخد اول تندون منها بس اللي رايح للبيك تو، هسميه اكستنسور هالوسس بريفس. قال يعني عشان يقول لك يبقى عندي اتنين اكستنسور هالوسس، واحده لونجس واحده بريفس، واتنين اكستنسور ديجيتورم، واحده لونجس واحده بريفس. لكن الحقيقه ايه؟ انا عندي اكستنسور ديجيتورم بريفس واحده بس، الموست ميديال تندون منها بقى هو الاكستنسور هالوسس بريفس. فبعض الكتب يقول لك انا عندي اتنين اكستنسور اوف ذا توز موجودين في الفوت صغيرين، هالوسس بريفس وديجيتورم بريفس. كتاب تاني يقول لك لا، ده الديجيتور ده الهالوسس بريفس ده ما هو الا الميديال بيلي او الميديال تندون او الفيرست تندون بتاع الديجيتورام بريفس. مش هنخسر بعض، اللي انت تحب تعرفه اعرفه.
طبعا دولت اسمهم ديجيتورم وبريفس، يعني هياخدوا كومن اوريجين من الدورسال اسبكت بتاع عظمه الكالكينيوس ويروحوا يعملوا انسرشن في البروكسيمال فالانكس بتاعه البيك تو لو كان ده بتكلم على الهالوسس بريفس، والديجيتورم بريفس اللي هي بقيتها هتروح للسكند والثيرد والفورث توز للاكستنسور اكسبانشن بتاعهم. فطبعا الاكشن اكيد اكيد هيبقى اكستنشن اوف ذا توز عند المفاصل اللي عدت عليها بس، لكن مش اكستنشن اوف اول ماسلز اوف ذا توز. خلي بالك، يبقى الهالوسس بريفس هتعمل للميتاكار تارسو فالينجيال بس، مش هتعمل للانتر فالينجيال. وطبعا عشان موجوده من الانتيرو كومبارتمنت هتاخد من الديب برونيال نيرف عادي خالص زي انتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج. بقيه الانترنسك ماسلز اوف ذا توز هتكلم عليها كاني بتكلم على السول اوف ذا فوت. السول اوف ذا فوت الحمد لله كل سنه ما بيبقاش علينا فيه تفاصيل اوريجن وانسرشن، بيبقى علينا بس اسامي العضلات وبيبقى علينا بس الاكشن بتاعها. فبالنسبه للسول اوف ذا فوت اول حاجه بشوفها قدامي thickened band of the deep fascia بسميها plantar aponeurosis. البلانتر ابونيوروزس ده بيختلف عن البالمر ابونيوروزس في حاجه واضحه جدا، ان هو بدل ما هو له 4 سليبس بس زي الابر لمب له 5 سليبس، ودي انا قلتها في اول محاضره خالص لما كنت عامل كومباريزون بين الابر لمب واللور لمب. ليه يا دكتور بقى عندي 5 سليبس اوف ذا بلانتر ابونيوروزس؟ قالك بمنتهى البساطه عشان انا في القدم محتاج ان البيك 2 يبقى مصاحب بقيه الفور توز، محتاج ان البيك 2 يبقى مصاحب بقيه الفور توز ويبقى برري ليهم بالمنظر ده كده، ويبقى برري ليهم بالمنظر ده كده علشان يدي مور سبورت. انا مش محتاج احرك البيك تو بحريه زي ما انا بحرك الثمب. اما في الابر لمب بيبقى عندي الثمب لازم يبقى بيربنديكولا لبقيه الصوابع عشان 50% من الهاند فانكشن تعتمد على حريه الثمب. فاخد بالي الاول من البلانتر ابونيوروزز اللي قلت الفرق بينه خلاص وبين البالمر ابونيوروز، عشان لما اقشره واشيله هلاقي للتسهيل عضلات السول اوف ذا فوت متقسمه في 4 ليرز. اول لير يا دكاتره اهي عباره عن عضلتين بره وعضله في النص، فبقول 2 ابدكتورز ماسلز وعضله فليكسور في النص، ابدكتور هالوسز وابدكتور ديجيتي مينيمي، يعني العضله اللي بتعمل ابدكشن للصبع الكبير والعضله اللي بتعمل ابدكشن للصبع الصغير، وفي النص عضله بتعمل فليكشن للصوابع بس دي بريفس فبسميها فليكسور ديجيتورم بريفس علشان افصلها عن الفليكسور ديجيتورم لونجس اللي كانت رايحه للترمينال فالانكس. البريفس قصيره هتروح للميدل فالانجيز بس بتاعت اللاترال فور توز. الاكشنز بيبقى حسب اساميهم، فليكسور ديجيتورم وبريفس يبقى تعمل فليكشن للبروكسيمال انترفالينجيال جوينتس اوف ذا توز لكن مالهاش دعوه بالترمينال او الديستال انترفالينجيال. الابدكتور هالوسز هتعمل ابدكشن للبيك 2، ابدكتور ديجيتي مينيمي هتعمل ابدكشن للديجيتي مينيمي. اللير اللي بعدها عندي 2 تندونز طوال ومجموعتين من العضلات ماسكين فيهم، 2 تندونز اند 2 انترنسيك ماسلز. بالنسبه للتو تندونز، التندون بتاع الفليكسور هالوسز لونجس والتندون بتاع الفليكسور ديجيتورام لونجس ومجموعتين الماسلز، مجموعه عضلات طالعه واخده اوريجين من الفليكسور ديجيتورام لونجس ماسل اللي هي اللومبريكلز ماسل، وعضله رايحه تعمل انسرشن في نفس ذات التندون اسمها فليكسور ديجيتورام اكسسوريس، يعني الفليكسور ديجيتورام الزائده. بعض الكتب بيسموها كوادريتاس بلانتي، يعني العضله المستطيله بتاعه القدم. يبقى السكند لاير تو تندونز طوال انا لسه واخدهم في البوستيريور كومبارتمنت، فليكسور هالوسز لونجس اند فليكسور ديجيتورام لونجس، بيعملوا فليكشن اوف اول جوينتس اوف ذا بيك تو اند لاترال فور توز. ومجموعه من العضلات واحده رايحه تعمل انسرشن في الديجيتورام لونجس اسمها كوادريتاس بلانتي او فليكسور ديجيتورام اكسسوريس، كل وظيفتها انها تشد على الديجيتورام لونجس تندون فتخليها تعمل الاكشن بتاعها، تساعدها في الاكشن يعني. والاربعه اللي اسمهم ايه؟ لومبريكلز، اربعه زي اللومبريكلز بالظبط
اللي كانوا بيطلعوا من البروفاندس في الاور لمب هنا بيطلعوا من الديجيتورم لونجس، عشان هنا عندي لونجس وبريفس، في الابر لمب عندي بروفاندس وسوبرفيشاليس. فواحد يقول لي ايه ده يا دكتور، يعني الديجيتورم لونجس اللي في الفوت تقابل البروفاندس اللي في الهاند؟ اقول له نعم، برافو عليك. والديجيتورم بريفس اللي في الفوت يعني مور اور ليس الانسرشن بتاعها شبه السوبرفيشياليس اللي فوق بنفس السبليتنج بتاع التندونز بنفس كل حاجه. الثيرد لاير عضلتين بره وعضله في النص، بس المره دي هقول اتنين فليكسورز واحده ادكتور في النص. اول لاير كانوا اتنين ابدكتورز، ابدكتورز وبينهم فليكسور، هنا عندي اتنين فليكسورز وبينها ادكتورز. فليكسور هالوسس بريفس عشان افرقها عن الفليكسور هالوسس لونجس، فليكسور ديجيتي مينيمي بريفس، اند ادكتور هالوسس اللي شبه الادكتور بولسس بالظبط اللي ليها تو هيدز ترانسفيرس اند اوبليك، والاكشنز بتاعهم حسب اساميهم. ومش هخوض في الكلام بتاع الاكشن، عايز بس اقول لك خلي بالك ان هم فليكسورز وبريفس مالهمش دعوه بأول ماسلز بأول جوينتس اوف ذا توز، يعني مش بيروحوا للديستال انترفالينجيال جوينتس، لا دول بيعملوا للبروكسيمال جوينتس فقط. اخر لير خالص بنفس القاعده، تو تندونز وتو جروبز اوف ماسلز. التو تندونز زي ما انت شايف، ايه التندون اللي جاي من ورا الميديال ماليولس وعمل انسرشن في كل التارسال بونز ما عدا التيلس، برافو عليك ده التيبيالس بوستيريور. ومين التندون اللي عمل كروسنج فروم لاترال تو ميديال وراح للميديال تو بونز بس من تحت، برافو عليك البيرونيس لونجس تندون. ومجموعتين العضلات هما البلانتر والدورسال انتر اوسياي زي البالمر والدورسال انتر اوسياي. لاحظ ان انا عندي فوق في الهاند اربعة بالمر انتر اوسياي واربعة دورسال انتر اوسياي، يحدث هنا مفارقة غريبة جدا ان في فرق بين البلانتر والدورسال انتر اوسياي. اولا البلانتر انتر اوسياي يوني بالنيت زيهم زي البالمر انتر اوسياي، الدورسال انتر اوسياي باي بالنيت زيهم زي الدورسال انتر اوسياي اللي في الهاند. وفي فرق خطير هنا ان انا عندي ثلاثة بلانتر انتر اوسياي بس. وهنا سؤال يطرح نفسه، فاكرين قاعدة الهاند وزعنا فيها الانتر اوسياي ازاي؟ اقعد كده نسيته. اه فاكرين يا دكتور ما تقلقش، بس الفرق ان انا عندي هنا اللونج اكسس اوف ذا فوت هو السكند تو. انا عارف ان البالمر انتر اوسياي بتعمل ادكشن باد، بالمر انتر اوسياي بتعمل ادكشن، يعني المفروض تقرب الصوابع للميدل تو او للسكند تو، سكند تو. وطالما البالمر بيعملوا ادكشن يبقى السكند تو هو اصلا الاكسس، فمش محتاج اصلا بالمر انتر اوسياي تو ادكت ات او بلانتر انتر اوسياي سوري تو ادكت ات، فبيبقى مالوش بلانتر انتر اوسياي لانه اتحرك يمين هيبقى ادكت، لو اتحرك شمال هيبقى ادكت. يتبقى لي هما الثلاثه بلانتر انتر اوسياي وزعهم على خمس صوابع ازاي؟ قال لك والله السكند تو مالوش، والبيك تو له ادكتور خاصه بيه اللي بترانسفيرس هيد اوبليكت، فحط الثلاثه ادكتورز مع مين؟ للسكند تو، للثيرد تو، والفورث تو، والفيفث تو. جميل اهو، الثالث والرابع والخامس. يعني all twos has blunter inter OCI except big two عشان له بتاعته الخاصه بيه، والسكند تو عشان هو اللونجيتيودنال اكسس. نيجي بقى في الدورسال انتر OCI اللي بتعمل ابدكشن داب داب، جه السكند تو زي الميدل تو بتاع الابر لمب بالظبط. قال لك انا عايز عضله تخليني اعمل ابدكشن الناحيه دي وعضله تخليني اعمل ابدكشن الناحيه دي، فخد اتنين دورسال انتر اوساي لوحده، اتبقى اتنين بس من الاربعه، هيتوزعوا فين؟ نفس قاعده الابر لمب لو فاكر، هنضحي بالبيك تو لانه له ابدكتور هالوسز لوحده، وهنضحي بالليتل تو لانه له ابدكتور ديجيتي مينيمي لوحده، والاتنين اللي فاضلين ياخدهم الصبع الثالث والرابع. يبقى اول اتنين دورسال انتر اوسياي خدهم السكند تو، والتالت راحت للتالت، والرابع راحت للرابع عادي. واضحه يا ولاد؟ اتاملوا للصوره كده بالراحه واقروا الكلام اللي انا كاتبه وان شاء الله تبقى سهله عليكم. وبفكرك تاني ان اللونج اكسس اوف ذا فوت هو السكند تو، علشان كده الادكشن والابدكشن بتاع كل التوز از توورد ذس اكسس. هذا هو ما جعل ان السكند تو ملوش بلانتر انتر اوسياي، وفي المقابل له اتنين دورسال انتر اوسياي.
وادي الصورة اللذيذة اللي تفكرك ان في الهاند كان الميدل فينجر ملوش بالمر انتر اوساي ولو اتنين دورسال عشان كان هو اللونج اكسس اوف ذا هاند، اما في الفوت السكند تو هو اللي ملوش بلانتر انتر اوساي ولو اتنين دورسال انتر اوساي لانه هو اللونج اكسس اوف ذا فوت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء اللي فاضل من عضلات اللي هو الليمب كلها، تمهيدا ان شاء الله لما نيجي نذاكر جوينتس خلاص بقينا عارفين العضلات كلها، لما نيجي نذاكر النيرف سبلاي طبعا المسلز اوف ذا فوت بتاخد نيرف سبلاي من التيرمينال برانشز اوف ذا تيبيال نيرف اللي هو ميديال بلانتر نيرف ولاترال بلانتر نيرف، وعليكم واجب بقى تعرفوا مين بياخد من ميديال بلانتر ومين بياخد من لاترال بلانتر. اتمنى ان انا اكون سهلت عليكم اللايرز بتاعه السول اوف ذا فوت، ما عليناش اوريجن وانسرشن يا اولاد، علينا بس اكشن ونيرف سبلاي وترتيب لايرز. اول لاير كان فيها اتنين ابدكتورز على الجنب منهم فليكسور اللي هي الابدكتور هالوسز وابدكتور ديجيتي مينيمي بينهم الفليكسور ديجيتورم بريفس. تاني لاير كان تو تندونز وتو ماسلز فليكسور هالوسز لونجس وديجيتورم لونجس تندونز وتو ماسلز اللي هي الاكسسوريس واللومبريكلز. تالت لاير كانوا اتنين فليكسورز بينهم واحدة ادكتور فليكسور هالوسز بريفس وفليكسور ديجيتي مينيمي وبينهم الادكتور هالوسز. رابع لاير كانوا اتنين تندونز طوال اللي هم التيبيالس بوستيريور والبيرونيس لونجس ومجموعتين من العضلات اللي هم الدورسال والبلانتر انتر اوسياي، وعملنا بينهم مقارنة لذيذة مين يوني بالنيت مين باي بالنيت، دول عددهم كام دول عددهم كام، دول رايحين لأني صوابع ودول رايحين لأني صوابع علشان الام سي كيو والشورت اي سي كويستشنز. وفي نهاية المحاضرة الحمد لله هي ساعة وخمس دقايق، اتمنى ان انا مكونش ضيف تقيل عليكم. كان معاكم دكتور احمد فريد مدرس الاناتومي كلية الطب جامعة عين شمس، اتكلمنا عن المسلز اوف ذا ليك كلها ثلاثة كومبارتمنتس اند فوت ريجاردنج اوريجين انسرشن اكشن اند نيرف سبلاي، تمهيدا للمحاضرات المجمعة الكبيرة بتاعت النيرف سبلاي والنيرف انجريز وبتاعت الفيسلز والجوينتس اوف ذا لور ليمب. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.